السلام عليكم، نقدم لكم رسيم رزق بلال، مقدم جمعيه ايت ميمون للفروسيه عن جامعه مقام الطلبه. مرحبا بنا عند الناس ديال عين جوهره، كان التنظيم رائع وكل شيء في المستوى الحمد لله، دازت الامور عاديه غير البارح اللي كانوا بعض المشاكل ديال التنظيم من خلال الصروب اللي ما اتفقوش على النوبه وداك الشيء، مي الحمد لله الامور دابا مزيان، وهذا الصباح تتكون الامور مزيانه وان شاء الله نكملوا الحفل على احسن ما يرام. وتنشكروا رئيس الجمعيه ورئيس ديال جماعه عين جوهره، مشكورين على هذا التنظيم وعلى هذه المناسبه الجميله. بالنسبه للاقبال كان اقبال مكثف بزاف، كان الحضور قوي، انبهرنا بهذا الحضور ديال مع مناسبه هذه العطله، كان الحضور بجماهيري بزاف، نيت كان الحضور قوي. المشاركه ديالنا الحمد لله مزيانه، احنا عن بالنسبه لي انا اول تقديم كنقدم كان المقدم ديالي سيتو سي محمد منتصر، الله يشافيه لينا ويخليه لينا. من بعد المهم تقدمت في هذا الموسم، دازت الامور مزيانه والناس عجبهم الحال وكل شيء داز مزيان الحمد لله، وتنتمناو التيسير ان شاء الله في الاقصائيات ديال دار السلام اللي عندنا نهار 27 مع المقدم القداري عبد الكريم، حتى هو تنشكروه على المسانده ديالو لينا في هذا المهرجان.